نتطلع بهاي الزيارة المرتقبة للسيد الرئيس أردوغان أنه تنحل المشاكل المتعلقة من ناحية المياه، باعتبار العراق دا يعاني من شحة مياه وأزمة ودا يأثر هذا على الزراعة، ونتأمل كذلك حل مشاكل الشمال باعتبار دا تروح ناس أبرياء يعني ما إلها ذنب بدا يصير. أحمد زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد في طياتها كثير من الملفات، على رأسها ما يهم العراق أولا هو ملف الماء والطاقة، ولنتكلم هنا عن الحصص المائية التي لم تأخذ لحد الآن مسارا طبيعيا ضمن الاتفاقات الدولية، وما زالت هناك بعض الإشكالات بين العراق وتركيا بتأمين هذه الحصص، كما أن موضوعة تصدير النفط العراقي أيضا متأخر ولا سيما من إقليم كردستان باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون هناك عملية توافق بين الطرفين العراقي والتركي لفض هذا الاشتباك بشكل قانوني ورسمي. المشكل الأهم الذي يحمل حقيبة السيد السوداني وأيضا الرئيس أردوغان هو إنهاء تحييد دور الباككة في العراق، وليس هناك عدم سماح لا قانون ولا دستور العراقي بعملية الاستخدام المسلح ولا التشكيل الحزبي لتلك العناصر داخل الأرض العراقية. نتمنى من زيارة أردوغان إلى العراق، نتمنى أنه تحل المشاكل العالقة اللي بيناتنا بخصوص شحة المياه والمشاكل اللي تحدث بشمال العراق مع حزب العمال الكردستاني. أتمنى أنه يوصلون إلى تسوية جيدة وتنحل هاي كلها المشاكل إن شاء الله، وأكيد يعني تصبح تركيا جارة جيدة وصديقة لنا للعراق.